مرحبا مواليد بوشل شوساء، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 25 للأحد 31 أكتوبر؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ هيدا أسبوع بعتبره أسبوع كتير مهم لمواليد بوشل شوزاء، بعتبره إيجابي، بيبدأ أصلا مع القمر موجود ببرجكم، الطاقات جيدة وحلوة ومناسبة لمواليد برج الجوزاء. كل الأسبوع تقريبا بعتبره ممتاز. وجود الشمس ببرج العقرب وجود إيجابي، مطمئن داعم، وبعزز وجودكم وبعزز موقعكم، أجواء جيدة بتساعدكم كل هذا الأسبوع. فبرافو لمواليد برج الجوزاء. كيف بدها تكون الأيام؟ الاثنين 25 أكتوبر هو أفضل يوم لأنه القمر موجود ببرجكم، وبالتالي القرار لكم. أنتم بتقدروا تقرروا وتعملوا اللي بدكم إياه، بتقدروا تقلبوا الأمور على ذوقكم، وبتقدروا تخططوا اللي بدكم إياه، وبتقدروا تقدموا اللي بدكم إياه. مواليد برج الجوزاء بسبب وجود القمر ببرجكم هنالك طاقات جيدة ومهمة بتساعدكم لحتى تحطوا خط جديد، مسار جديد لهذا الأسبوع، بتكملوا فيه النشاطات السابقة وبتنجحوا فيها، ما عندكم أي مشكل. الثلاثة الأربعة والخميس حتى الساعة 12 الظهر توقيت بيروت الأجواء لا بأس بها عند مواليد برج الجوزاء. وجود القمر ببرج السرطان بيقولكم انتبهوا لمصاريفكم، انتبهوا للأمور اللي عم تخططوا لها، انتبهوا للتحركات اللي انتم حابين تشتغلوا فيها، انتبهوا ايضا للامور اللي حابين انتم مواليد برج الجوزاء تقرروا عليها، سواء من ناحيه القيمه، سواء من ناحيه الامتحانات، العلامات الدراسيه، يمكن حتى من ناحيه الامور اللي انتم متاملين انها تزبط، متاملين انها تنحل، متاملين انها يمشي حالها. فمواليد برج الجوزاء ثلاثة الاربعاء والخميس يومين ونص انا اعتبرهم حلوين للمفاوضات، للتسويات، البيع والشراء، لكن انتبهوا فكروا منيح قبل ما تمضوا. الخميس منتصف النهار بيروح القمر لبرج الأسد وبتصير الأمور سريعة عندكم، أسرع ومهمة ومناسبة جدا. وبعتبر الفترة الممتدة من الخميس 12 الظهر حتى السبت 9 المساء بعتبرها فترة مهمة لمواليد برج الجوزاء لحتى تفسروا الأمور، تحضروا حالكم للأمور اللي بدها يمشي حالها أو بدكم إياها يمشي حالها. فيكم تناقشوا، فيكم تفاوضوا، فيكم تساوموا، وفيكم أيضا مواليد برج الجوزاء إنكم تدخلوا بمناقشات مهنية قد ما بدكم، منافسات رياضية أيضا، منافسات وامتحانات أكاديمية أيضا. السبت الساعة 9 المساء بيروح القمر لبرج العذراء وبيصير مربع مع برجكم. هون في احتمال أنكم تحسوا حالكم أنه شوي مزعوجين نتفي، متضايقين نتفي، لكن الجو بعتبره أنا بضل بعتبره جيد ومناسب لكم. حتى ولو القمر بمربع مع برجكم أنتم بتضلكم على شط الأمان وبيمشي حالكم، لكن ضروري تكونوا دقيقين بكلامكم ونوعا ما تكونوا فليكسبل، مرنين أكثر. أسبوع جيد جدا، أنا بعتبره جيد جدا. الأكثر حظا 28-29 أيار مايو، 13-14 حزيران يونيو. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي مع الأبراج اليومي والشهرية. باي باي.